الخطوة التالية بعد شراء رخصة يونيتي سبليت هي شراء عقد يونيتي سبليت، وفي هذه التعليمات سنتحدث عن طريقة شراء عقد يونيتي سبليت بالألتيما. يقدم فريق ألتيما باستمرار العديد من العروض الترويجية، وفي فترة العروض الترويجية ستظهر علامة تبويب إضافية تحتوي على المنتجات الترويجية في لوحة التحكم. يمكنك دائما العثور على أحدث المعلومات حول العروض الترويجية الحالية الأخرى في قنواتنا على التليجرام. يرجى ملاحظة أن عملية شراء الباقات الترويجية مشابهة للعملية التي سنوضحها في دليل الإرشاد هذا. إذن سجل الدخول في موقع ديفيو، ستفتح لوحة التحكم يونيتي سبليت افتراضيا. يمكنك الانتقال بين لوحات التحكم بالنقر على الأزرار المناسبة في الجهة اليمنى. الآن سنبدأ بهذا الدليل. انتقل إلى أسفل الصفحة وسترى هناك قائمة بالمنتجات المتاحة للشراء. لشراء عقد سبليت انتقل إلى علامة التبويب يونيتي سبليت كونتراكتس. اختر العقد المناسب لك وانقر على زر Purchase شراء. ستفتح نافذة حيث سيطلب منك تحديد طريقة الدفع. اختر ألتيما ووافق على الشروط عن طريق تحديد المربع، ثم انقر على زر Purchase شراء. بعدها تفتح نافذة، وستشير هذه النافذة إلى المبلغ في ألتيما وعنوان المحفظة التي تريد تحويل المبلغ المشار إليها. ستكون العنوان متاحاً أيضاً في شكل QR كود لإرسال المعاملة من تطبيق الهاتف المحمول. للدفع أرسل المبلغ المطلوب إلى المحفظة المشار إليها. يرجى إرسال المبلغ المحدد بالضبط الذي تراه على الشاشة. بعدها انتظر إشعاراً في الدفع. تهانينا، لقد تم الأمر، لقد اشتريت عقد سبليت. بعد شراء العقد سترى أن القيم الموجودة في أداة سبليت لايسنس يوزج في لوحة التحكم الخاصة بك قد تغيرت. يمكنك الاطلاع على تفاصيل العقد بعد شرائه في قسم My Contracts. لا تترددوا في التواصل معنا إذا كان لديكم أي استفسار. نتمنى لكم النجاح. شكرا لكم.